يو السلام عليكم خواتي خواتاتي، مرحبا بكم في لاشين تاعي. جيسبر كتكونوا كاملين لاباس، كاملين تكونوا بون سونتي. معكم خوكم زين ومارش دي من الجزائر. يوم امس كانت مباراه الرجاء ضد الترجي ومباراه الوداد ضد اتحاد العاصمه، يعني ومباراه المولوديه تاع الجزائر مع السيربي يعني كانت خارج المسابقه هذه نورمالمون. مي كانوا كاينين دي ماتش تلعبوا البارح بشكل كبير. الرجاء خسرت امام الترجي هارد لك ان شاء الله في مباراه الاياب بكل فوز. الوداد خطفت التعادل في اللحظات الاخيره من اتحاد العاصمه في ملعب مصطفى تشاكر بوليدا، الملعب ريفيرونس للمنتخب الوطني الجزائري. وبرغم يعني بعد المسافه من المغرب الى ملعب تشاكر الى ان جماهير الوداد كانت حاضره في الملعب وفي التريبون وقامت بخلق كراكاج يعني قام بارساله للاخ سفيان، الاخ سفيان من مدينه فاس، تحياتنا اليك اخي سفيان. يعني والقناه هي قناه زموري، يعني محمد زموري هو فوتوغراف، رابط قناته موجوده في الديسكريبشن بوكس، اسم قناته زموري فلوغ، هو فوتوغراف جزائري. تعرفت عليه بفضل يعني لي زابوني تاعي ولكن شخصيا ما نعرفوش، وانما تعرفت على قناته بفضل لي زابوني تاعي. قالوا لي ليك هذا الفيديو هذا القناه وهذا السيد واعر، قالوا لي علاش ما تهضرش عليه. دونك فوالا رابط قناته موجود في الديسكريبشن بوكس. يلا نشوفوا لا فيديو هذه اللي صورها هو خير من الملعب يعني مصطفى تشاكر، وقالوا لي بلي الانسان هذا مبليده. دونك تحياتنا ليك خويا زموري فلوغ ولا فلوغ بلوتو. يلا نشوفوا لا فيديو هذه مع بعض، يكون عندنا يعني فيزيون بيسك في التلفزيون ما شفناش لي سيبورتور بزاف. انا تفرجت الماتش تاع الوداد والاتحاد، يعني ما شفناش بزاف لي سيبورتور بيسك الملعب كبير وصراحه بليده شويه بعيده على الكابيتال. دونك شغل ماشي بعيده، ولكن لو كان كانت في الكابيتال انا متاكد لو كان يعني العدد كبير تاع الجماهير سواء من طرف الوداد ولا من طرف الاتحاد. يلا نشوفوا هذا الفيديو. كراكاش قال لك شوف الجماهير الوداديه. اها بدايه الالتهاب. الشرطه تشوف من بعيد. كراكاج هان والشرطة يعني تدق ناقوس الخطر، بويسك نورمالمون لي فيميجان ممنوعين زعما زعما زعما، ولكن واش يقدك تحبس كراكاج كامل تاع مئات ولا عشرات من الجماهير. شوف يعني توجور كيكونوا العدد قليل تاع لي سيبورتور تسيبهم متجمعين فيما بعضهم، وهذه يعني صفات الفرق الكبيرة يعني مولودية رجاء اتحاد. ميم سي يكون عدد الحضور قليل ماشي كبير بزاف باسكو الملعب بعيد، تسيبهم يعني قاعدين هكا ملتحمين ويديروا امبيونس. يعني شوف كي تسيب لي سيبورتور يعني يشجعوا بكل اريحيه وتسيبهم فرحانين وكاع، عرف باللي صابوا راحتهم يعني ما كاش مشاكل، كاين روح رياضيه، كاين حسن تسير. اون جيسبر انا مانيش عارف كاع واش صرا في الرحله تاع الجماهير تاع الوداد، يعني من وصولهم من المغرب حتى عودتهم الى المغرب الى الجزائر حتى عودتهم من الجزائر الى المغرب، الله اعلم يعني الكواليس واش وقع، ولكن يعني اعتقد بان الامور كلها كانت تمام، وخاصه شفنا بين اللاعبين روح رياضيه كبيره تجلت في ارضيه الميدان. يعني طبيعة الحال الوداد في هذه المباراة هي بعد الديربي، ديربي كازابلونكا اللي خلى العالم كامل يتكلم على الصور الجماهير اللي صنعتها، الصور اللي صنعتها الجماهير الودادية ولا الرجوية. وبرغم يعني قلة العدد تاع المشجعين كما راني نقول لكم، إلا أنه يعني الكراكاج راه حاضر والدخان راه كبير، وقاموا بوضع سيناتور في بليدة يعني في الجزائر. دونك مرحبا بخوتنا وينز وينرز وينز وينرز اون تور. صافي بليزير والله، صافي بليزير صافي بليزير. كما قال ولد القرية في اخر اغنية تاعو قال تحية الالترا، والالترا يعني كما قلت لكم المجهودات تاعها يعني هاي مجهودات كبيره. دوك انا ما فهمتش الاهازيج هذو لا تاع اليوسما ولا تاع الوداد.
وزيد نقول لكم على حاجه، يعني على الوداديين والاتحاد. بون انا في الجزائر مانيش اتحادي، يعني انا نبغى المولوديه، ولكن اللي اسمع يعني ولاد بلادي خاوه خاوه، ما كانش بيناتنا عداوه حتى الوداد. مي الاتحاد والوداد عندهم خاص لي ميم كولور بويس كاين اللون الاحمر. والوداد والاتحاد تاسسوا في نفس السنه، في نفس السنه سنه التاسيس تاعهم نفس السنه، يعني سبحان الله العظيم. شكون اللي راهو باغي؟ شكون اللي راهو باغي؟ شكون اللي راهو باغي في سنة من السنوات إن شاء الله يعني راح يكون المولودية الاتحاد والرجاء والوداد في نقولوا نصف نهائي لبطولة إفريقية ما أم بطولة عربية ما. يعني تخيلوا معايا الرجاء ضد الوداد، لا الرجاء ضد المولودية والاتحاد ضد الوداد في نصف نهائي في الذهاب، تيفو كراكاجات تيفوات وكراجات، وفي الاياب كذلك، يعني في كلتا المباريات. تخيلوا معايا قيمه الفرجه، يعني المولوديه عندها جماهير عالميين، الرجاء عندها جماهير عالميين، الوداد عندها جماهير عالميين، وحتى الاتحاد عندها جماهير عالميين. يعني تخيلوا معايا قيمته على يعني قمه روعه الصور اللي رايحه تكون يعني في مثل هذه الدربيات ان شاء الله. مازال يعني كره القدم راهي تتطور والالترا راهي تزيد تتطور في بلادنا، ومازال راح نشوفوا مزيد من الصور ان شاء الله. شوف يعني الحاجة اللي تعجبك، يعني برغم قلة عدد الجماهير تاع الوداد وبرغم يعني كيفاش نقولوا عدم حضور تام للجماهير تاع الوداد بسبب يعني بعد المسافة يعني في بلد آخر في الجزائر اتسيتيرا، يعني إلا أنه الفرجة والتشجيع حاضر والأهازيج حاضرة والكراكاج أوسي حاضر، إي سا بروف كو هذا الجماهير يعني راهم يعني ماشي غير يحبوا الفريق الوداد هكا لسانا ولا كلاما ولا خضره فوق طعام كما نقولوا حنا، وانما الحب حاضر. كي تشوف انت المولوديه تاع الجزائر تلعب في افريقيا في قلب ادغال افريقيا وتصير معها جماهير حاضرين، عرف باللي هذاك الحب ماهوش حب يعني خضره فوق طعام، ماهوش حب زياده، عرف باللي الحب تاع كره القدم والحب تاع لي زيكيب تاع كره القدم ماهوش لعبه وماهوش مسخير، وانما باسيون، وانما حب في الفريق، وانما حب عميق جدا للفريق وموفيسون وراه مود دو في. كي تقول مود دو في سيك يعني تعيش بها، يعني اشاك ويكاند عرف باللي ليكيب تاعك حتلعب هنا ولا في ديبلاسمون، يعني ديبلاسي عرف باللي يا تقعد هنا يا ديبلاسي معاه، عرف باللي ليكيب تاعك وين راهي رايحه راك راح تروح معاه، وعرف باللي راح دير وتسكري في كل شيء على جب بكل شيء على جلا. دونك فوالا كره القدم يعني صراحه الملاعب تاعها والاهازيج تاعها اصبحت ولا اضحت يعني الوحيده اللي تقول كلام الحق والوحيده اللي تنطق كلمه الحق. ربي ان شاء الله يجيب الخير ان شاء الله. وتحيه لزموري على التصوير هذا وتسليط الضوء على جماهير الوداد. بيج اب خويا، رابط قناته موجوده في الديسكريبشن بوكس، وربي يوفقك ان شاء الله في مسيرتك في يوتيوب. وخوه خوه مع خوتنا المغاربه ان شاء الله، يعني الى ما الى لا فان دي طون ان شاء الله، لا فان دي طون ان شاء الله. ونلتقي في فيديو القادم ان شاء الله العشيه ان شاء الله على 10 تاع الليل. تهلاو في روحكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيس. عقلهم كي كانوا يرمانو، احنا كنا عايشين صحابنا ولا واش رانو، نادم ماذا يمشي حرك الفلوس كي بانو، ولا تسالو كي يمشي بنادم زر فوق لسانو، حلبي تسكاي يبكي وما منومش ما 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 كتبدوش على الحباب، ما كنخونوش الكتاب، برا حبا قدرتها باش تتنزق حسن راس بيها الشاب، رجولة رجولة بيضا حشينا لك، راه بغيتنا الصواب، قلب طاش مع لاقا دون ستار، حضيني تبقى غير بواب، قلبي بالنابة داخل حس وبعدابة، كلشي منوي قلقي بحال قحابة، صواب صواب قاودها تشاب شاب، اه تراب هرب لاقرب، شطر شرب ما، الشفقة تالو خفيفة، شخصيتهم ضعيفة، من داخل مرضى وانا واقف برضا شريفة، بريم مخفيفة بريم نجيفة، عقلي نضيفة تفوت الشرطة سيفة، عقلهم كي كانوا يرمانو، احنا كنا عايشين صحابنا ولا واش رانو، نادم ماذا يمشي حرك الفلوس كي بانو، ولا تسالو كي يمشي بنادم زر فوق لسانو، حلبي تسكاي يبكي وما منومش ما منومش ما منومش ما منومش ما منومش ما منومش ما منومش
ممنومش بسي بقى بسي وخاتي تمسح له الشرطة نادم ما سبموشي نار تيخ في دير ما كرطة قمرو ما كبروشي وخا حلموي ولي وقنبا هاتي ما سبموشي بيدا كنتي غير مقتر يقولو كيبغيوني كي تحكو لك هالروم.